بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 15 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع لقائنا بفضيلته نرحب به، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. أحبتنا المستمعين، سوف تستمعون في هذه الحلقة إلى عدد من الإجابات لأسئلتكم، أولها ضمن مجموعة للمرسل حاء عين نون من اليمن، يسأل في أولها عن بيع المسلم لبعض المحرمات وعن التوجيه لمن يعاني من الضيق والقلق، ثم يسأل عن الصلاة في مسجد به قبر وحوله قبور، وبعد ذلك سؤال عن مناصحة الساحر وحكم بقائه، ثم سؤال عن مقاطعة جار لا يصلي، وعن معاملة الوالد إذا كان قاسيا. بعد ذلك سؤال عن حلف بالطلاق لمستمع آخر، وسؤال عن حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله، ثم السؤال عن إمامة من ينتابه الاضطراب إذا تقدم، وبعد ذلك سؤال من المستمعة من السودان تطلب تفسير ثلاث آيات من القرآن الكريم. الأولى قول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وبعدها قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وبعدها قوله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم سؤال عن الوساوس الشريرة، هل يحاسب عليها العبد وكيف يتخلص منها؟ ثم آخر أسئلة هذه الحلقة عن حديث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا الحديث. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. أولى رسائلي هذه الحلقة من المستمع حاء عين نون من اليمن محافظة إب، بعث ضمنها عددا من الأسئلة. يقول في أولها: ما حكم من يصلي ويحافظ على السنن والنوافل ويعد من الملتزمين إلا أنه يعمل في بيع شيء مكروه كالسجائر ونحوها بحجة عدم وجود عمل آخر، فهل هو آثم؟ وهل الأموال التي يكسبها حرام أو هو معذور للضرورة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن المسلم قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، فلا يجوز لهذا السائل وفقه الله أن يستمر على بيع الدخان، لأن الدخان محرم لما فيه من الأضرار البالغة ولما فيه من الخبث والآثار السيئة التي لا يجحدها إلا مكابر، فهو محرم، وإذا كان محرما فإن ثمنه حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا كان حراما فإنه لا يجوز للإنسان أن يشتريه وأن يبيعه وأن يتعامل به أو أن يكون واسطة في بيعه، أي دلالا أو سمسارا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فعلى هذا الأخ أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك هذا العمل إلى عمل مباح لا إثم فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فعليه أن يتوكل على الله وأن يحسن الظن بالله وأن يطلب الرزق من الوجوه المباحة. نعم، أحسن الله إليكم. في سؤال آخر يقول: ماذا يعمل من يعاني من ضيق وأمراض كالقلق والحزن والهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. عليه بالإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من الدعاء وتلاوة القرآن، وعليه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والإكثار من ذلك، وسيعينه الله عز وجل ويذهب عنه ما يجده من الهموم ومن الأحزان. محافظة على الصلوات الخمس في الجماعة والإتيان بما تيسر له من صلوات النوافل، فإن ذلك يذهب عنه ما يجده بإذن الله. نعم، أحسنكم
حفظكم الله. يقول فضيلة الشيخ: يوجد مسجد في مؤخرته قبر وخارج المسجد قبور، لا يستطيع المصلي الدخول في المسجد إلا بعد أن يمشي عليها، هل الصلاة في هذا المسجد صحيحة أم غير صحيحة؟ لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور، ومن صلى فيها فصلاته غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، ولعن صلى الله عليه وسلم المتخذين المساجد على القبور. والقبر المجاور للمسجد الملتصق بالمسجد يعتبر من ذلك، ويعتبر هذا المسجد مبنيا على قبر ما دام أن القبر ملتصق به. أما إذا كانت القبور أو القبر مفصولة عن المسجد بطريق أو بأرض فضاء فلا حرج في الصلاة في هذا المسجد، لأنه لا علاقة له بالقبر ولا بالقبور المفصولة البعيدة عنه. نعم. فهل احتج بعض أهل البدع الشيخ بالقبر النبوي؟ القبر النبوي ليس في المسجد، وإنما هو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في حجرة عائشة. الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته خارج المسجد، وإنما أدخلت الحجرة في المسجد بعد خلافة الخلفاء الراشدين في عهد بني أمية، وهذا ليس بحجة. نعم. عفاكم الله. يقول: هل إذا عرف الساحر ينصح أم أن دمه مباح، علما أنه لا يقبل النصح ويسبب أذى للناس؟ إذا علم الساحر وثبت عليه السحر فإنه يجب رفعه إلى ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، لقتله وتطبيق الحد الشرعي فيه، لأن الساحر كافر ومأمور بقتله، قتل المرتد وقتل الكافر، فلا يجوز السكوت عليه وتركه إذا أمكن إقامة الحد عليه من قبل ولي أمر المسلمين. نعم. السلام عليكم. يقول: إذا كان هناك جار لا يصلي ويستعمل المعاصي ويتسبب في أذى الجيران ولا يقبل النصيحة، وإن قبلها فمداهنة ومجاملة، هل يقاطع أم لا؟ الذي لا يصلي، إن كان لا يصلي في المسجد ولكنه لا يترك الصلاة، هذا تارك لواجب عظيم ومرتكب لمعصية، فيجب مناصحته. فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل وكان في هجره زجر له وقمع له عن هذه المعصية فإنه يهجر بقدر ما يردعه، وإذا كان هجره لا يزيده إلا شرا وتماديا في المعاصي فإنه لا يهجر، ولكن تواصل معه النصيحة والإنكار لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا يصلي مطلقا لا في المسجد ولا في خارج المسجد فإن هذا كافر ليس بمسلم، فيجب بغضه وعداوته والابتعاد عنه، قوله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وتارك الصلاة كافر، لقوله سبحانه في أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فيجب مقاطعته وبغضه وعداوته والعمل على إبعاده عن المسلمين وترحيله عن مجاورة المسلمين لئلا يؤذيهم أو يؤثر على بعضهم. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: هناك شخص له 7 إخوان ذكور وإناث يقوم بتربيتهم، لكن أباه طلق أمه وتزوج أخرى، وهو يطارد هذا الولد ويؤذيه، علما أن الولد يطيع والده ويقوم بالواجب معه، لكن الأب يبغضه ويحرض الناس عليه ويخرجه من البيت هو وأمه وإخوانه، فماذا يعمل هذا الولد، علما أنه ملتزم أكثر من أبيه، فبما توجهون أثابكم الله؟ على هذا الولد الاستمرار في طاعة والده بالمعروف والبر به، ولو كان الوالد قاسيا عليه، ربما يكون أن هناك سببا من الولد في قسوة الوالد، فعلى الولد أن يحسن المعاملة مع أبيه والملاطفة، والغالب أن الوالد يكون في قلبه الحنان على الولد، ولا يعامل الولد بالقسوة إلا بسبب من قبل الولد في الغالب، فعلى الولد أن يتفقد تعامله مع والده. وعلى كل حال، البر بالوالد والإحسان إليه أمر واجب، حتى ولو قسى عليه والده فإنه يقوم بما أوجب الله عليه،
وإذا كان والده يطرده من البيت، فإن كان له غنية بأن يسكن في مكان آخر فإنه يعد له مسكنا مناسبا له ولوالدته ومن تحت يده، مع الاستمرار في حسن التعامل مع والده والبر به. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع زكريا عبد السلام مرزوق من جمهورية مصر العربية، مقيم في المدينة النبوية، يقول: سؤالي يا شيخنا الكريم، أنني كنت أعمل في محل وحصلت مشاجرة بيني وبين زميل الآخر، فقلت علي الطلاق بالثلاث، أني لا أعمل في هذا المحل بسبب زميلي، وقلت أيضا تكون محرمة علي إذا عملت في نفس المحل، وأنا الآن أعمل في مكان آخر لأنني أخاف أن أعمل في ذلك المحل، وماذا لو اشتغلت في ذلك المحل، فما الحكم؟ ما دمت أنك تشتغل في مكان آخر الحمد لله، استمر على الابتعاد عن هذا المحل الذي منعت نفسك من العمل فيه ولا شيء عليك. أما إذا عدت إلى هذا المحل وأنت قد تلفظت بالطلاق الثلاث وبالتحريم، عليك مراجعة المحكمة للنظر في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مستمع لم يرمز لاسمه ولم يذكره، يقول في سؤاله الأول: من ترك، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. أرجو شرح معنى الحديث الشريف وذكر المقصود منه، وهل يقصد منه صلاة الجماعة أم ماذا يقصد بذلك؟ المقصود من ترك صلاة العصر تفويت وقتها متعمدا، فإذا فوت وقتها متعمدا وصلاها بعد خروج وقتها فإنه قد تركها، ومن تركها حبط عمله، لأن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها يكون كافرا بدليل هذا الحديث، لأن العمل لا يحبط إلا إذا كان صاحبه كافرا أو مشركا. فهذا في الحقيقة هذا الحديث وعيد شديد يدل على تعظيم قدر الصلاة وعلى وجوب أدائها في وقتها وعدم تأخيرها عن وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا في 40 من عمري وأعمل مدرسا ومحافظا بحمد الله على صلاتي وأمور ديني، وأحفظ ما أستطيع من آيات القرآن الكريم، لكن مشكلة التي تلغص حياتي أنه عندما يطلب مني المصلون في المسجد أن أكون لهم إماما في الصلاة، لأنني وقت ذلك أكون أكثر الموجودين علما وحفظا للقرآن، والمشكلة أني عندما أقف إماما وأبدأ في القراءة ينتابني الاضطراب وسرعة وشدة في ضربات القلب وغير ذلك من تغير حالتي إذا وقفت إماما، فأرجو من فضيلتكم التكرم بنصحي إذا كان هناك علاج لهذه المشكلة، وهل أمتنع عن وقوفي إماما في الصلاة مهما كانت الأحوال؟ عليك بمحاولة طردع هذا الوسواس أو هذا التأثر، لأنه من الشيطان، فعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان ومحاولة طرد هذا الهم عنك، وأن تعزم على الصلاة في المسلمين عند الحاجة، لأن هذا عمل صالح وإمامة في الصلاة، فعليك بمحاولة طرد هذا الهم وهذا الوسواس وسيرتفع عنك بإذن الله، ومع المران ومع الاعتياد فإن هذا يزول عنك. ثم عليك أيضا بقراءة القصار من السور والإقلال من القراءة حتى لا يكون عندك اضطراب، ويزول عنك هذا العارض شيئا فشيئا بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة حاء كاف عين من السودان الإقليم الأوسط تسأل في رسالتها عن تفسير ثلاث آيات من القرآن الكريم، تقول في السؤال الأول: ما تفسير قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟ المراد بالأمانة هنا أمانة التكاليف الشرعية والأوامر الشرعية، فإنها أمانة في ذمة العبد ومسؤول عنها يوم القيامة، إن قام بها على الوجه المشروع خالصة لوجه الله فإنه قد أدى الأمانة، وإن لم يقم بها فإنه يكون قد خان الأمانة. وكذلك الأمانة تشمل حقوق المخلوقين التي أوجبها الله عليه، حق الوالدين وحق الأقارب وحق الجيران وحق حق الزوجين أحدهما على الآخر وحق ابن السبيل وحق المماليك، كل هذا يدخل في الأمانة. فالأمانة تشمل حقوق الله جل وعلا وتشمل حقوق المخلوقين، كذلك الديون التي عليه للناس والودائع التي عنده للناس، كل هذا من
من الأمانة، كذلك الأسرار التي بينه وبين الناس لا يفشيها ولا يبديها إذا كان في إفشائها ضرر على الآخرين، وكذلك من الأمانة الوظائف التي توكل إلى الإنسان والأعمال التي توكل إلى الإنسان القيام بها في مقابل راتب يدفع له، وكذلك الأجراء الذين يستأجرون على الأعمال، هذه الأعمال أمانة في ذممهم يجب عليهم الوفاء بها. فالأمانة تشمل حق الله جل وعلا وحقوق المخلوقين، كلها من الأمانة التي حملها الله هذا الإنسان وتحملها، فإن وفى بها فله الأجر، وإن خان بها فعليه الإثم. ولهذا قسم الله الناس أمام هذه الأمانة إلى ثلاثة أقسام: قسم خانها ظاهرا وباطنا وهم الكفار والمشركون والمنافقون، وهم الكفار والمشركون خانوا الأمانة ظاهرا وباطنا، وقسم التزم بها ظاهرا وخان بها باطنا وهم المنافقون، وقسم أدوها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات. ولهذا قال الله بعد هذه الآية ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالمنافقون تحملوها ظاهرا وخانوها باطنا، والمشركون رفضوها باطنا وظاهرا، والمؤمنون تحملوها ظاهرا وباطنا ووفوا بها ظاهرا وباطنا، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فما من إنسان عاقل إلا وعليه أمانة لله جل وعلا أو لخلقه، فعليه أن يؤدي هذه الأمانة. نعم، أحسن الله إليكم. تسأل عن الآية الأخرى وهي قول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المراد بالتزكية النفس المنهي عنه مدحها والإعجاب بها، هذا منهي عنه. الإنسان لا يمدح نفسه ولا يمدح عمله أو يعجب بعمله، هذا لا يجوز. وأما التزكية المأمور بها قد أفلح من زكاها، فالمراد بذلك إلزامها بطاعة الله سبحانه وتعالى وتطهيرها من المعاصي والذنوب والسيئات. فتزكية النفس على قسمين: قسم مأمور به وقسم منهي عنه. المأمور به هو إلزامها بطاعة الله ومنعها عن معصية الله، والمنهي عنه مدحها والإعجاب بها. نعم، أثابكم الله. في آخر أسئلتها تقول: ما تفسير قول ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى؟ كما ذكرنا، تزكى يعني طهر نفسه من الذنوب والمعاصي، وكذلك زكى أمواله، يعني دفع الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. فالمراد تزكى في نفسه بأن طهرها من الذنوب والمعاصي، وكذلك زكى ماله الذي تجب فيه الزكاة بأن أخرجها على الوجه المشروع، وصلى يعني أدى الصلوات الخمس المفروضة عليه. وقيل المراد بتزكى أدى صدقة الفطر، وصلى يعني صلاة العيد في يوم عيد الفطر. ولا شك أن هذا داخل في معنى الآية، هذا داخل في معنى الآية، لأن صدقة الفطر من الزكاة الواجب إخراجها، وكذلك صلاة العيد هي من الصلاة المأمور بها. نعم، أثابكم الله. هذه رسالة لم يذكر صاحبها اسمه ولم يرمز له، يقول: أنا رجل مؤمن كتب كذا في سن 40، ومنذ صغري وأنا أحافظ على صلاتي وعلى شعائر ديني بقدر استطاعتي، ولكني أعترف أن نفسي شريرة ودائما توسوس لي بأمور وأفكار غير طيبة. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل سأحاسب على وسوسة نفسي بهذه الأمور؟ وكيف أتغلب على نفسي وأنتصر عليها حتى لا أقع في محذور؟ أحمد الله عز وجل أن هداك للإيمان. وأما وساوس الشيطان فلا تلتفت إليها، واستعذ بالله منها، واستمر على العمل الصالح، وابتعد عن المعاصي، وأنت على خير إن شاء الله، ولا تضرك هذه الوساوس إذا لم تلتفت إليها ولم تهتم بها، واستعذت بالله من الشيطان الذي يجيئك بهذه الوساوس. نعم. ما قولكم الشيخ في قولها: أنا رجل مؤمن في سن 40؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الحمد لله. إنما البحث لو قال: أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء، هل يجوز الاستثناء أو لا؟ نعم. يقول في قولكم أنه يدفع الوسوسة، يقول بعض علماء النفس الغربيين أن أحدا لا يستطيع أن يدفع التفكير عن نفسه، هل من بيان؟ هذا كلام من لا يؤمن بالله عز وجل. الإنسان يستطيع أن يدفع التفكير السيء عن نفسه بالاستعاذة بالله والإقبال على الله عز وجل والإكثار من ذكر الله، يستطيع بفعل الأسباب، يستطيع بفعل الأسباب الواقية. نعم، أحسن الله إليكم. في سؤاله الآخر يقول: سمعت من أحد العلماء
الأفاضل حديثا نبويا شريفا، معناه أن المؤمن قد يتحدث بكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. أرجو من فضيلتكم بيان هذا الحديث وتوضيح بعض الأمثلة لهذه الكلمات التي قد تؤدي إلى هذا المصير المؤلم، عاذنا الله وإياكم المسلمين منه. نعم، هذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. فتفسير الكلمة أنها إذا كانت من سخط الله، كلمة الكفر والشرك وكلمة الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالمسلمين أو تنقص المسلمين، وكل كلمة فيها غضب لله عز وجل، كل كلمة منهي عنها فإنها من سخط الله عز وجل. وقد ينطق بها الإنسان متساهلا أو مازحا ولا يظن أنها تؤثر فيه وتبلغ ما بلغت، ولكنه يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى الإنسان أن يحذر من لسانه. هذا الحديث يدل على خطر اللسان. قد قال النبي قال معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على من آخرهم في النار إلا حصائل ألسنتهم. ولما قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. فهذا يدل على خطر اللسان وعظيم ضرره، وأن الإنسان عليه أن يمسك لسانه إلا فيما هو من طاعة الله من كلام العبادة أو ما هو مباح من الكلام الذي يحتاج إليه ولا إثم فيه. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم خيرا. أحبتنا الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ونحن نتلقى أسئلتكم على عنوان البرنامج الدائم: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم.